سوف نقوم الآن بشرح بعض الرسائل التي قد تواجهك ربما عند تثبيت برنامج المحاسب الأول. فإذا ما قمنا مثلا بالضغط على أيقونة المحاسب الأول، إذا ظهرت هذه الرسالة علامة استفهام، فإن حل هذه الرسالة يتم بالطريقة التالية. موافق؟ يتم الدخول إلى قائمة إبداء، لوحة التحكم في ويندوز إكس بي، سوف تظهر لنا الخيارات الإقليمية، بينما في ويندوز 7 سوف تظهر لنا المنطقة واللغة. نقوم بالضغط عليها، ثم بعد ذلك نقوم بالدخول إلى إداري أو خيارات متقدمة إداري، ثم نقوم بالدخول إلى تغيير الإعدادات المحلية للنظام. نلاحظ ظهور هذه الشاشة، الإعدادات المحلية الحالية للنظام الإنجليزية. إذن سبب ظهور علامة الاستفهام هي أنها باللغة الإنجليزية. الآن سوف نقوم بتغيير هذه الإعدادات إلى اللغة العربية، الضغط على السهم، ثم نبحث على العربية مثلا اليمن، ثم نقوم بالضغط على موافق، ونقوم بعد ذلك بإعادة تشغيل جهاز. وبعد تشغيل جهاز كمبيوتر، إذا ما قمنا بالضغط مرة أخرى على أيقونة المحاسب الأول، نلاحظ اختفاء الرسالة، ونستطيع الدخول إلى برنامج المحاسب الأول. رقم الفرع، رقم المستخدم 1، كلمة المرور 1.